تشكل هذه السجادة الرمادية مساراً إجبارياً لزوار معرض البازار، يسمح لهم هذا المسار بمشاهدة كل المعروضات، ويتيح للعارضين فرصاً متساوية لعرض منتجاتهم. يأخذك المسار إلى الدور العلوي الذي تتنوع فيه المعروضات، ويتفرد بركن خاص للموهوبين من الأطفال، والذي وجدت فيه سما حسن ابنة 14 عاماً منفذاً لعرض وتسويق مشغولاتها اليدوية. الموزايك ده عبارة عن إزاز ملون بتكسر بيه بأصلافة معينة بتاعته، وبعمل الديزاين وبيدي شكل ديكور حلو في البيت. طبعاً المعرض ده بالذات الكيدز إيريا ديت للأطفال، إن هم يعرضوا حاجتهم، بتعرف على ناس جديدة، بشوف الماتيريالز بتاعتهم، بعرفهم على الماتيريالز بتاعتي. ده غير كمان ان انا بقدر اقابل الزبون بتاعي بشكل مباشر. 400 عارض من بينهم 120 يشاركون للمرة الأولى في مثل هذه المعارض التي أصبحت لهم منصة لعرض وتسويق منتجاتهم من مشغولات يدوية تتنوع فيها الخامات بين أخشاب وزجاج وخزف ونحاس وأقمشة وغيرها من أفكار وخامات مبتكرة. وطبعا الاونلاين ليه زباينه، لكن فكره ان انت تكون موجود فعلي في المعرض دي حاجه بجد بتهمنا جدا، علشان الناس تشوف المنتج بتاعنا وتقيمه، ويبقى عندنا فيدباك من الناس يعني قدام بعض وتشوف الحاجه. طبعا اهميه المعارض بالنسبه لي، اولا بتزود لي زبايني، يعني بتخلي لي ليا قاعده من الزباين اكتر بكتير، لاني اللي ما بيجيش شارع الخاميه عندنا او اللي ما بيجيش الورشه عندنا او المحل عندنا ما بيعرفوش، بيجي طبعا معرض زي ده بيتعرف علينا، بيشتري من شغلنا، بيبقى زبوننا دايم، ما بيبقى زبون مره واحده. البازار نافذة جديدة يطل منها جمهور ذواق على منتجات ذات طبيعة خاصة فيجد فيها ملاذه. ممتاز ممتاز، واي معرض بتعمل هنا باجي، تراثنا بازار كله باجي هنا مهتم بيها، وكل ما باجي بنتقي حاجات منها بتبقى تحف عندي بصراحه. انا ما فيش معرض بفوته بقالي سنين، بلاقي حاجتي وبلاقي ميولي، انا بحب الحاجات الهاند ميد، يعني انا اصبح بيتي كله عباره عن مفارش من هنا، فوط، حاجات شخصيه زي الشنطه اللي ماسكاها مثلا، ما بنستغناش عن هنا خالص. يعني يحظى معرض البازار برعاية رئاسية، ويقيمه وينظمه جهاز تنمية المشروعات بمقر الجهاز بأرض المعارض القديمة بمدينة نصر، حيث يفتح البازار أبوابه يومياً من 10 صباحاً إلى 10 مساءً، ومستمر حتى 21 من مارس الجاري. يوماً ما ستخرج سما من ركن الأطفال وتنطلق في معرض البازار لتحصل على ركنها الخاص لعرض مشغولاتها اليدوية. أحمد عبد الرازق، لا إكسترا نيوز.